أعزائي المشاهدين، مساء الخير. أسرة برنامج سهرة على الهوى ضيفة النهاردة على الكاتب والشاعر الغنائي الأستاذ عبد السلام أمين. تعليقا على التقديم الظريف بتاع حضرتك ده، إن أنا اللي ضيفكم وأنا ضيف على الجمهور وكل الموجودين أهل بيت، ويحضرني يعني كلام الشاعر العربي اللي بيقول: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما في إلا تلك من شيمة العبد. يعني معناها أن صاحب محل ولا يكرم المرء في جهة. أما أولادي بقى، إحنا متشكرين على التحية. متهيألي أستاذ عبد السلام يعرفوا بقى نفسهم هم بنفسهم. أحسن. إلهام عبد السلام أمين. سنة إيه؟ أولى إعدادي. ميساء تالتة إعدادي. مدام عبد السلام. كتاكيت. حياتك قلت لنا اتفضلي يا شهر زاد، هل هي حقيقي شهر زاد؟ يعني هو كل راجل فاكر نفسه شهر يار، وفاكر ان طبعا ويسعده ان تكون هي شهر زاد، ان شهر زاد هي الانثى المثاليه في الدنيا كلها. لحب كبير بقى. غادة عبد السلام امين، اولى فنون تطبيقيه. محمد اولى حب. مين اكبر الولاد؟ انا. انت يا غادة. دي ام ابيها، دي ام ابيها دي. حضرتك بتلقى اسم، يعني سمعت حكايه عن غاده في الاول. غاده دي انا كنت بسميها الاول كلمات، فكانت لغايه سن سنتين كده كانت تسمع المذيع يقول كلمات عبد السلام امين، تيجي تقول لي انا يا بابا انا يا بابا، لغايه ما بعض الناس قالوا لي بتبقى يعني نرجسيه وانانيه وبتحب نفسك، وامتداد اسمك في بنتك، طب وليه تحملها هذا الاسم الغريب؟ فيعني طبعا انكرت ذاتي كده، قلت غير اسمها، وانا زعلان برضو، لكن برضو والله اكيد مبسوطه بغدا ولا بكلمات. كان نفسي والله يبقى اسمي كلمات. اسالك يا استاذ عبد السلام، يا ترى رسالتك ككاتب بتتعارض مع رسالتك كرب اسره؟ لا، انا شخصيا انا راجل عشري قوي وبيتي، يعني عاوز اقول لك حاجه، ان انا ما اعرفش اكتب الا ما احس بنفس الولاد، احس كده بالدفء الاسري، وحتى يعني اروح اخد الجرعه كده منهم كده، ولا هم كلهم نايمين، واجي هنا للصومعه بتاعتي اكتب. الفنان استقرار، والمقوله الخاطئه او الشائعه اللي بتقول ان الفن انطلاق وحريه بمفهومها الاخر، وعدم قيود وعدم التزام الى اخره، انا ضد هذه المقوله، لان الفن عطاء، والإنسان لا يمكن أن يعطي إلا إذا كان في استقرار نفسي، والاستقرار النفسي لا يأتي إلا بالاستقرار الأسري، بغض النظر بقى عن المستوى الاجتماعي والاقتصادي إلى آخره. بس حياتك لك صومعة هنا، يعني زي ما أنا شايفة، وفي تلفريك بين الشقتين، المشروبات بتجيلنا من الشقة التانية. حكاية الصومعة بقى وحكاية بسمها الحلقات المتصلة المنفصلة. يعني الولاد هم صغيرين، كنت اكتب والبنت جنبي بتصوصو كده وبتزقزق وهي صغيره، والولد ما اعرفش ايه ويقطع لي الورق ويكسر لي الاقلام والكلام ده. هذه البدايات كانت بدايات جميله جدا. لما كبروا بقى، مش عشاني انا حبيت اديهم فرصه عشان يشقوا طريقهم، يذاكروا، يجدوا الوقت لكل واحد يرسم حياته، فوجودي كان هيسبب لهم قلق كبير، لان انا لما بكتب خلاص ببقى في جو تاني خالص، اي صوت يزعجني. فانا عشان ضحيت انا بالجانب النفسي لارتباط إيادة معهم عشان احقق لهم الراحه دي، ففضلت قاعد راسم على المكان ده سنين طويله عشان ما اخدش مكتب بعيد، وتشاء الظروف انه يبقى في نفس المستوى الدور الرابع قصاد الشقه، انا قاعد كده وشايف باب الشقه عندي، وسمع الجرس بيضرب، وسمعهم بيتكلموا، وسمعهم بيتخانقوا، وسمعهم بيتذاكروا، وبعدين عملت التليفريك ده السبت ده، يبعتوا لي بقى النجدة بقى والغدا. طب يا استاذ عبد السلام، بما ان حضرتك في مكان وهم في مكان، لكن يا ترى لما بتكتب حاجه بتعرضهم عليها الاول ولا بيتفاجئوا بيها في شاشه التلفزيون او مسرح او السينما؟ لا ابدا، ده هم اللجنه الاولى بتاعتي، وانا عودتهم على ده من صغرهم. حتى لما كنت بكتب المسرح الاطفال، مسرح العرايس، كانوا هما اللجنه بتاعتي، يقروا وهم صغيرين، او اقرا عليهم، اذا ناموا مني قال العوض، اذا حد قري وساب الورق وقام يلعب اعرف ان انا غير موافق، اذا تشدوا لاخر لحظه فاسمع راي كل واحد فيهم.
وهم لهم اراء كتيره جدا، ممكن هم كل واحد يعني يقول رايه. محمد ممكن تقول لي رايك في اخر اعمال بابا الفوازير؟ والله انا يعني شايفها ممتازه يعني. يعني هل هي احسن اعماله؟ يعني الاعمال كويسه لبابا، انما مش شرط تكون احسن اعمال. طب وانت يا غاده؟ هي طبعا كانت حلوه بس هو عمل حاجات تانية كويسه كتير يعني. ايه احب اعماله ليك؟ احب اعماله هو ليا، هو عمل يعني مسلسل ديني، هو تاريخي مش ديني، لسه ما نزلش يعني، فاتفرجنا عليه في الفيديو حسيت ان انا اول مرة استمتع بمسلسل تاريخي يعني، وكنا كلنا مشدودين له ومش عايزين ندخل في تلفزيون وحبناه يعني قوي، وكان بتالي هو ده احب عمل ليا يعني. كلكم متفقين معاها؟ طبعا. طب نسأل بقى مدام صفية اللي هي الاصل بقى. ايوه. رأيك ايه في اعمال استاذ عبد السلام؟ يعني اكتر حاجة بتحبيها في اعماله مع الفوازير الاخيرة؟ طبعا الفوازير كانت جميلة جدا يعني، كان شيء رائع. له أعمال كتير كمان حلوة قوي، في الحسين هو عملها السنة الإذاعية، في كيتي اللي هو البرنامج المسلسل تحت ظلال السيوف، جميل قوي قوي، لسه ما تعرضش يعني في التلفزيون، جميل جدا. في مدام ليلى طاهر و أستاذ أحمد ماهر، يعني مجموعة حلوة. طب بالنسبة لأعماله أكتر حاجة بتحبيها يعني، الفوازير ولا المسلسلات التاريخية ولا مسلسلات الإذاعة؟ بصراحة كده لا، هو كل أعماله حلوة طبعا. حاجات جميلة. طب حد من أولادك يا أستاذ عبد السلام موهوب، خد نفس الموهبة منك؟ هما عندهم البذرة دي، وانا اصل احنا من عيله الحقيقه يعني، العيله كان فيها العرق الاستاذ زي ما بيقولوا، حتى انا حبيت اتكلم عنها مره في عيد الاذاعه، قلت جينا نحيي الاذاعه صوتها حيانا والى اخره، انما المهم الكوبليه اللي انا بتكلم فيه ده بقول وليله القدر مفتوحه لدعاء الام، وست واقفه بتدعي لاجل خيرها يعم، وبدال ما تطلب غنى نطقتها بالضمه، العيلة طلعت ونض قلوبها تك ودم. فهي العيلة بدل الغنى قالت الغنى، فالعيلة كلها تلاقي صوتهم حلو، تلاقيهم بيتذوقوا الكلمة، يتذوقوا النغمة، يرسل. مين اللي صوته حلو بقى وبيغني؟ يعني الاتنين دول اللي الست هانم دي الصغطانة دي. لا يا ممكن نسمعها؟ غنت مع شريهان في فوازير الأمثال الشعبية، وقالت لها هاتي بالونة تكون مضمونة، مش كده؟ يلا قول. هاتي بالونة تكون مضمونة، هاتي بالونة يا صغنونة، وعليها هدية جمجونة. خد نفسك وانفخ بالونة ونلف ندوخ يا لمونة، خد نفسك وانفخ بالونة ونلف ندوخ يا لمونة، دوخينا يا لمونة واحنا بنطير بالونة.
عاوز اقول لك ان انا ما يعني ما منعتهمش ان اي واحد يمارس هوايته زي ما هو عايز، لكن في قرارة نفسي اتمنى ان كل منهم يسلك طريق غير طريق الالم بالهمزه اللي هو القلم بالقاف، لانه طبعا معاناه وانا جربتها، ويمكن دي برضو موجوده عند اصحاب المهن والمواهب اللي بتتطلب مجهود شاق، حبه لابنه او لامتداده بنته بيتمنى انها ما تخدش نفس التجربه من العناء. يعني لو كانت تجربه جميله يعني ليه؟ احنا انا هقول لك الفنان ده عامل زي نحله العسل. نحله العسل دي تفضل تلف على الحقول كلها وتعاني من العواصف والضبابير اللي حواليها والموت، وتقطف من كل زهره رحيق وتحتفظ بالمراره لنفسها وتقدم الحلاوه في قطرات من دمها. الفنان كده. الناس بتتذوق العسل ده وتاخد لقمه، الله حلو العسل ده او وحش، زي ما بتشوف العمل على الشاشه، الله ده عمل حلو ده عمل وحش، حكم في ساعه ما بيدركش المعاناه اللي خلف هذا العمل والمقدمات اللي له. المعاناه دي خلتني يعني افضل او اتمنى ان كل منهم يسلك طريق اخر وتبقى عنده الموهبه برضه. انت موافق بابا محمد؟ اه طبعا، مش شرط عشان بابا يعني بيكتب او كده ان نطلع في نفس المجال. ان شاء الله هتطلع محامي مشهور باذن الله. وعلى فكره مقوله ابن الوزع عوام دي مقوله غير صحيحه، لان حتى الان ما شفناش فنان امتداد لابوه، حتى لما يكون امتداد لابوه نادرا ما يبقى كويس. عندنا امير شعراء احمد شوقي مالوش ابن، حافظ ابراهيم مالوش ابن، عبد الوهاب ما فيش في اسرته واحد بيغني، وهكذا. اللي فلت من الحكايه دي محمد الموجي، كل ولاد طلعان بيغنوا وبتاع طلعان بيلحنوا. يا ترى مين ضيوفك النهارده استاذ عبد السلام اللي هيكونوا ضيوفنا ان شاء الله؟ والله ضيوفي مجموعه من اعز الناس الى نفسي واحبهم الي، ومش لان احنا اشتركنا مع بعض، انما برضو في موده سابقه والعمل قهوه بتضها الجرس بيضرب. يبقى قربوا يهلوا بانوارهم علي. مدام ليلى طاهر، ايه حكاية سجاح؟ يعني هل ده اسم جديد الاستاذ عبد السلام امين ده حضرتك بسجاح، وطلع ان هو متخصص في تغيير الاسماء لانه غير اسم بنته، فيا ترى ايه؟ لا هو ما غير ليش اسمي في الحياه، هو غير لي اسمي في المسلسل. والظاهر ان سجاح دي غالي عليه علشان كده بيستقبلني بيها يعني. والحقيقه هي شخصيه تاريخيه في مسلسل تحت ظلال السيوف، بس شخصية أنا حبيتها جدا، يعني من أحلى الشخصيات اللي أنا اقتنعت بيها قوي وحبيتها قوي. وتهيألي أستاذ عبد السلام برضو حابب الشخصية، لأنه من قبل ما مثل الشخصية مرة كنت ماشية في الشارع كده فلقيت أستاذ عبد السلام بيقولي أنا عندي شخصية لازم تعمليها. قلت له طب يعني نشوف بس نقرأ، قال لي من غير ما هتعمليها. ففعلا لما قريتها قلت له لا ده انا لازم اعملها فعلا، وهي شخصيه غريبه يعني. حضرتك في دفه ثالث الزهر جه بقى تكمله للموضوع. اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا وسهلا. طيب بس وين هتقعد فين؟ الممثلين يعني يا استاذ عبد السلام ما سميتوش باسم يعني. والله طيب ما خدناش بسجاح، خلي بالك انه سمى اسم برضه، قال له زفر وهو داخل. احنا هنرجع لحديثنا بقى مع لسجاح. هو زفر سجاح تعبت زفر وزفر تعب سجاح. بتمثل اني فتره من الزمن التمثيليه؟ هي انا مش هقول التفاصيل بتاعه المسلسل علشان استاذ عبد السلام طبعا اقدر منا على التفاصيل دي، لكن انا اتكلم على الشخصيات التمثيليه علشان يبقى كلامي صح. فهي سجاح شخصيه تاريخيه مركبه، يمكن اول مره اعملها. دايما يتقال ايه، دي شخصية خيرة، دي شخصية شريرة، دي شخصية قوية الشخصية، دي شخصية ضعيفة الشخصية. لا، سجاح فيها كل دول،
يعني الشخصية المحبوبة جدا المكروهة جدا اللي الناس كلها متقربة إليها والناس كلها بتحاول تبعد عنها، شخصية جميلة جدا لكن مؤذية جدا، مسيطرة جدا وعاطفية جدا، كل المتناقضات. شخصية مركبة يعني محطوطة في سجاحتي. شخصية أم تميم بقى، أم تميم التميمية، هو أنا معودة بالأستاذ عبد السلام دايما برضو يغير لي جلدي، يعني لأول مرة على الأقل في الفترة الأخيرة إن أنا أطلع من أدواري وأمثل دور فيلن. تتخيلي بقى مديح حمدي فيلن، ده جديد فعلا. زي زوجة المعز وكانت عايزة شقيقته تتزوج من قبيلتها، فكانت بتحكم من الخلف بعض المؤامرات ما يضرش والدسائس علشان هذه الزيجة تنجح في سبيل ان القبيلة بتاعتها هي اللي تبقى الغالبة في الحكم. فطبعا كانت شخصية متلونة جدا وكانت محتاجة حساسية شديدة في الاداء لانه لغة عربية ومش عاوزين يبقى فيه اي مبالغات لا من ناحية الالقاء ولا من ناحية الاحساس ولا من ناحية الملابس. وانا اعتقد يعني انه يعني احد الاوسمة اللي على جبيني هو دوري في الزهرة والسيف، ودي اخرجها الاستاذ احمد توفيق، دور ام تميم. بعد إذنك، بمناسبة اللغة العربية، ليه بنحس إن في المسلسلات التاريخية اللي فيها لغة عربية بيبقى التمثيل فيه انفعال زيادة عن اللغة العامية؟ هي عشان كده ساعات يعني في حاليا ما يسمى بالجروب الفني أو المجموعة الفنية اللي أصبحت شبه ثابتة في معظم المسلسلات الدينية والتاريخية، لأن دي كانت صفوة الموجودين بأن في الست سبع سنين الأخيرة تماما. حضرتك تلاحظي والجمهور أيضا أن تغير أسلوب الأداء في اللغة العربية على الإطلاق، أصبح الأداء الأقرب للطبيعية والإحساس الصادق هو البطل الأول في الإلقاء، رسم الشخصية بوضوح، وده طبعا بيبقى مع السيد المؤلف جلسات بتحصل مع السيد المخرج، بتبقى التمثيل شيء واصل من القلب إلى القلب، يعني ما عادش يمكن النغمة المبالغ فيها والكلاسيكيات والمسلم لازم يعيط ويبص للسماء ويترعش ودموعه تنزل. في فكرة، أنا زمان قوي قبل ما أمثل كنت من هوايتي أسمع الإذاعة، كنت أسمع التمثيليات اللغة العربية كتير، فكان ودني بتسمع حاجتين، ممثل بيمثل بطبيعية وممثل بيمثل بانفعال زايد، وإنه كأنه خطابي وكأن اللغة العربية لازم عشان تبقى لغة عربية يبقى لازم أدائها مش طبيعي، فكانت ودني تتعب يعني لغاية ما لقى حد بيتكلم وإنه ولكن عادي كده، يعني نفس المشاعر الطبيعية بلغة عربية. فحبيت اللغة العربية بهذا الأسلوب. أول ما لقيت فرصة حاجة لغة عربية قلت يعني اللي نفسي فيه بقى أعمله، فبقيت أمثل اللغة العربية بالبساطة زي اللغة العامية، لأن دي اللي هتوصل للناس. ما أنا لو مثلت له بطريقة مبالغ فيها مش هتوصل، وحس ان انا مش قريبته ولا قريبة منه ولا حاجة، يعني حاجة بعيدة عن المشاهد. لكن ما اكلمه ببساطة وبالطريقة الاحساس هيوصل، الموضوع هيوصل، الهدف هيوصل، هيحس ان احنا قريبين من بعض. هل اي كلمات يا مدام ليلى ممكن تصل للمشاهد، ولا لازم بقى الاسلوب اللي اتكتب بيه؟ يعني في اسلوب بسيط لغة عربية فصحى ولكن بسيط، فممكن حياتك تأدي أداء بسيط يوصل لقلب المشاهد، ممكن يكون أسلوب أصعب، ولا ده بس بيرجع للممثل؟ لا طبعا، هو أولا الممثل أي كلمة ممكن يقولها ببساطة، لكن ممكن يتعب قوي في بعض جمل ما يعني تلاقيها معوجة وملفلفة ويبقى يعني بيعمل مجهود جامد عشان يقولها ببساطة. وفي مؤلف يقول لك الجملة سلسة تحبيها وتحفظيها بسرعة جدا، حتى في التمثيل بقى وفي الحركة وكده ما بقاش أعاني من إني قاعدة مركزة قوي على الكلمة. يعني لما تكون الكلمة محطوطة بلفظ تقيل جاف غير لما تكون الجملة محطوطة بسلاسة وبألفاظ سلسة جميلة، لما تكون ألفاظ سلسة وجميلة وهادئة كده أحس إن أنا بمثل إحساسي طالع متدفق، الحركة والشخصية وكله يبقى إيه، لأن المخ الممثل ما بيبقاش بس في الكلمة، بيبقى في حركة المخرج، الإضاءة ما يخرجش من الإضاءة، الديكور يبقى واخد باله منه، الإحساس، الشخصية، كل ده. فطبعا المؤلف هو الأول واحد بيساعد الممثل على إن كل الحاجات دي يأديها مظبوط لو كانت الجملة سلسة.
استاذ احمد ماهر، كان دورك ايه في مسلسل تحت ظلال السيوف؟ استاذنك في حاجات مش مفروضه. انا بستاذن. الواقع بالنسبه لمسلسل تحت ظلال السيوف، يعني الكلام يقصر عن انه يافي بالمعاني اللي عايز اقولها. يمكن انا المشاهد شافني في اعمال تاريخيه كتير قوي، اعمال اسلاميه كتير قوي، لكن انا بقول في تحت ظلال السيوف، انا بخلاف اني كنت فرحان بالشخصيه وسعيد بيها، انما انا كنت سعيد جدا بالحوار. من ناحيه ايه تقصد؟ قوام العباره. العباره قد كده رشيقه، العباره قد كده رقيقه، يعني ليس هناك ابلغ من لغه الشعر الرقة والعذوبة والصور المتلحقة والإيقاع والجرس والموسيقى الداخلية. مسألة مجنونة، يعني مسألة ترضي غرور الفنان قوي، تساعد الفنان على أنه يصل بسهولة إلى الحالة الإنفعالية اللي هو بيسعى إليها. مسألة بديعة جدا، وخاصة زي ما الأستاذة مديحة قالت من شوية، أني أصبح النهاردة في جروب خصه الله بالأعمال الدينية. المسألة دي بالفعل مسألة يعني مسؤولية، ومش أي حد يأتيها. يعني إحنا لينا زملاء من القدم ومن الخبرة، وبرضو على درجات دراسية، وفي بعضهم خريجين ولا يهوى أبدا إنه يمارس الأداء باللغة العربية. يرفض في كثيرين، في كتير بيرجعوا السكريبتات باللغة العربية، يقول لك يعني أنا إيه اللي يزنقني ولغة عربية. ما دون قطع حديثك، المجهود اللي بيبذله فنان أو ممثل اللغة العربية الدينية والتاريخية أضعاف أضعاف ابتداء ما بياخد الورق. طبعا مش حكاية إلقاء وبس. طبعا يعني المجهود اللي يعني وراء الكلام، هو بيرفض لمجرد المجهود ولا ما من شك ضعف جدا، يعني مجهود غير عادي. يعني ناهي حضرتك عن الأداء والمعاناة، إحنا بنخش في لوكيشن لا يخطر ببال مخلوق. حضر له قد ايه قبل ما تخش؟ يعني بناخد فتره التحضير، الى جانب بقى المعاناه. يعني الهوانم اللي كلهم رقه دول يخشوا في الجبل القحل تماما، بنبدا من 7 صباحا، وفي بعض الاحيان قبل الشروق. ما انا بقول يعني قبل الشروق عشان ياخد الاستاذ الشروق، وهم واقفين مع الرجاله اللي ممكن يحتملوا الظروف الصعبه دي والرمل، ومفيش مكان تقعدي فيه ترتاحي فيه تاكلي فيه، ناهيكي عن باقي خصوصا لو في الصيف. ده بالنسبة للسيدات. الرجال، انا يحضرني دلوقتي استاذنا محمود المليجي رحمة الله عليه، يعني الف رحمة عليه، كان يوميا على الله بيقول مقامة قبل ما يعمل المكياج. انا كنت مسميه النشيد القومي، يقعد يشتكي ربنا عن معاناته في تركيب الدقن والشنب، وايه الماده العجيبه اللي عامله زي الغيره اللي بيقعدوا يلزقوله بيها الدقن والشنب ويبقى قاعد ضجر جدا. وطبعا السن له حكم، وتفضل دي على وشوشنا طول فتره التصوير من صباحه ربنا لغايه اخر النهار، وفي بعض الاحيان بنكمل بيها تصوير ليلي. مساله يعني انا بعتقد ان الاجر اللي انا باخده الحقيقي ثواب من عند ربنا. يعني معظمنا بيقول ان هذه هي اعمال الله، احنا بنعملها لربنا. لا انا اذكر بدات ان انت ربنا اختاركم للعمل ده. يعني هو ادانا مقدره ان احنا نقدر نمثل باللغه العربيه. انا تذكرت في تحت ظلال السيوف كان موقف، انا بلبس باروكات كتير قوي، سجاح دي اصلها يعني متدلعه شويه ومدلعه روحها كده، يعني كله يدلع نفسه. فلبس باروكات كتير وطويلة، وبعدين فوق الباروكات تجان، وفوق التجان طرح وحاجات كتير قوي فوق راسي، يعني شايلة كذا كيلو فوق راسي. وبعدين بعمل مشهد بركب حصان، والمفروض أنا الـ يعني القائد بيقود ورايا سرب من الفرسان، وبجري بالحصان وهما بيجري ورايا، فنازلة من على تبة عالية كده. هو الحصان ما تفهمي فرسة خبطته ولا عملت ايه، راح منطلق، وفجأة لقيت الحصان ده بيجري، وكل 5000 كيلو اللي فوق راسي دول بيقعوا كل واحد في ناحية.
فأنا فعلا حسيت أن أنا هقع من على الحصان واتشاهدت على روحي وانتهى الموضوع، لأن كل التقل ده ماسك في شعري أنا الحقيقي بقى وشده وواقع متدلدل في حتة تانية، والعباية والبتاع ماسكة في الحصان من ناحية. مفيش دوبلير مدام ليلى؟ لا أصل الموقف أصلا ما يستحيلش دوبلير، يعني هو أنا ركب حصانه يكفي أن أنا بقى بس عارفة أمسك الحصان. هو كان مفروض ما يجريش الحصان طبعا. هو انطلق زيادة شوية يعني. ففجأة لقيت نفسي أنا يعني بتشاهد بقى أن أنا خلاص باي باي. ولقيتكم ففعلا الحاجات اللي احنا بنلبسها او بنحطها على راسنا وعلى هدومنا وكده بتبقى صعبه جدا جدا، يعني يمكن بتجيب صداع وتعمل حاجات. يعني الدراما العاديه اسهل من الدراما التاريخيه. لسه هسال حضرتك لو حصل لك. احنا زهر اتحمسنا قوي للحديث. كنت هسالها لو حصل لها موقف برضو بمناسبه الشهاده اللي قالتها مدام ليلى. انا برضو في احد المسلسلات الدينيه المفروض ان انا كنت اسلمت وضد رغبه القبيله او الاهل، فدفنت حيه، فالمفروض ان انا بيحطولي القبر وبدفن فيه بس الراس بتبقى باينه، وبرضو بيطردوني بالخيل الى ان تقتل يعني. فانا شعور انساني حقيقي، انا خفت لان يعني انا دفنت ما عدا الراس. وانا اذكر والله انه كان بالليل في عز التلج، الرمل لا تتخيلي بتاع الصحراء كمية التلج اللي دخلت جسمي شكلها ايه، وانا عاملة بطلة ومصممة برضو انه ما يبقاش فيه دوبلير وان انا يعني اعمل المشهد بنفسي. انا انفصلت عن الشخصية وبديت ابقى مديح. انا خفت يعني لو انا مت حقيقي في اللحظة دي، بعدين عايزة اشوف ولادي هو التعال وعليا ديون عايزة اسددها. تبقى شهيدة العمل الديني. فبقيت خايفة خوف حقيقي، يعني يبان ان انا خايفة، وبالعكس بقى يعني المفروض ان انا اتماسك ومحبا في الاسلام وفي الشهادة وفي، لكن مين اتماسك مين؟ ضعت يعني من المواقف اللي انا مش ممكن انساها ان انا دفنت حية من اجل عرفنا كذا سبب اللي قلت يا استاذ احمد ماري ان في ناس كتير بترفض الدراما التاريخية كده. وضحت الامور بقى. انا عايز الشهادة بقى اخسر. مش هسيبه المرة دي. بس عايز اعافيك من المعاناة. انا بيحضرني في مسلسل اسمه المنتصرون اني اشرفت على الموت بالفعل في استوديو 5. كان المرحوم الحاج محمد دياب بنعمل حاجة اسمها المنتصرون، ومفروض اني بعمل شخصية تورانشاه الامير المملوكي اللي جاي يعتلي عرش مصر وشجرة الضر الرافضة. قومت عليه المماليك، فالمماليك قتلوه في 3 أوضاع او في 3 حالات. طعن لكن الروح حلوة بيقاوم، فطلع يعتلي ويحتمي ببرج قلعة، فرشقوه بالنبال المشتعلة، ولع الباشا بهدومه وبدأ ينط من برج القلعة وستاير القلعة مولعة. الأستاذ مصر انه يعمل ده بشكل توثيقي يعني. لبسوني للأمانة بدلة ضد الحريق، بس البدلة بتنتهي هنا. وقال لي حتنط، انا مفكس 3 كاميرات و3 ماكينات تسجيل بتسجل بحيث انا امنتج على راحتي واخد ماتيريال. لو الحوار خلص انت استمر عشان انا محتاج ماتيريال. طب انا لو اتحرقت بقى يعني؟ فقال لي انا جايب 3 رجالة بتوع مطافي. ده جميل. لو خلص الحوار قال لي ارتجل. خلاص يا استاذ ارتجل. خلص السيكونس ونطيت والنار مسكت فيا وعليت وبدات تولع في رموشي وفي حواجبي. المكياج بدا يولع، الشنب ولع، فبطفيه بايدي. لقيت ايدي اشتعلت لان الشنب صناعي. ايوه. اطفي ايدي بايدي الثانيه، الايدين ولعت. خلاص يعني ليس من مهرب، شبح وماسك فيا. ان الكاميرا تطفي بقى ما بيطفيش. استاذ عبد السلام، بمناسبه كلامنا عن الدراما التاريخيه، معروف اكتر عن حضرتك كتابتك للاغنيه او الفوازير او الاستعراضات الغنائيه، بالتالي ده طريق، والدراما التاريخيه طريق تاني خالص. ايه الحكايه دي؟ وانا معاكي فعلا ان ده يعني يظهر في ظاهره ان الطريقين مختلفين، انما هما طريق واحد، القلم واحد، الفكر واحد، اشكال التعبير بتختلف باختلاف المضمون، لكن طالما وراء كل مضمون في فكر معين هو ده الأساس. فأنا يستهويني أي فكرة أساسا، لا يعنيني بقى كيف أقدمها في أنهي شكل بأنهي لغة، المهم أن هذه الفكرة أعجبتني وشدتني وكان لزاما علي أن أنا أقدمها بشكل ما. فأشوف كما يقال لكل مقام مقال.
هذه الفكرة في أنهي عصر، في أنهي زمن، من الشخص اللي أنا هستحضرهم أو أستدعيهم من الماضي عشان أخليهم يبقوا جزء لا يتجزأ من الجمهور. إذا كانوا في زمن قديم فلا بد أن يكون كل ما حولهم من عناصر الأشكال تبقى ملائمة للعصر حتى اللغة. طب حضرتك بتحس بعد إذنك إنك بتميل لأني حاجة أكتر ولا برضو حسب الفكرة؟ والفن ده، العطاء الفني ده زي البستان، لكل زهرة لها طعمها ولها ريحتها ولها عطرها ولها شكلها. المهم طالما الإنسان في بستان، في بستان الإبداع، يعني لا يعني بقى الزهرة شكلها إيه. نفتح الباب. جلنا نشوف. أهلا عبقرية وسلوحة. مساء الخير. أهلا أهلا يا أستاذ جمال. أهلا وسهلا. لحظات بقى نصل من الحديث ما لا ينقطع، ونقول ان في قراءاتي للتاريخ بتوقف احيانا عند بعض المواقف اللي يجب انها تقدم للناس، وانا بيستفزني بصراحة بعض الاشكال الدرامية اللي بتقدم سواء على الشاشة او على الشاشة الكبيرة الفضية وبتتناول التاريخ بشكل انا بحس ان اللي كاتب من النقلة، يعني يجيب المرجع التاريخي وينقله كما رواه الطبري او ابن كثير او سين او علاء او جيم من الناس. ذنبهم ايه الناس اللي قاعدين دول ان يشوفوا كل جمله يقول له ساكلتك امك ويحكى يا ما اعرفش ايه، ماله مال الكلام ده كله؟ ها في بدائل. اللغه العربيه من مزاياها ومن عبقريتها انها لغه متطوره، لغه سهله. ومعلومه احب اقولها، ان اللهجة المصرية هي اقرب اللهجات عموما على الاطلاق الى اللغة الفصحى، بدليل ان انا بتكلم الان بلغة فصحى او لغة عامية هي كلها فصحى، ناقص فيها ايه؟ القاف والتشكيل لحركة الاعراب، انما جميع كلامنا كله بالعامية. فانا ليه ما طوعش عبقرية اللهجة العامية المصرية واعمل منها الحل البديل لتقديم الفصحى الى الناس؟ ده اللي انا بحاول اعمله، ان انا بستخدم اللغه البسيطه، لغه الجرنان. والجرنان لما بينزل البلد، ما هو لما بيقراه الراجل المثقف والبسيط خالص، ويدوب اللي بيفك الخط بيقرا الجرنان بيفهمه. فانا طب ما انا استنطق شخصياتي بهذه اللغه ويقراها الممثل يحس انه كلام هو اللي كتبه. يعني حياتك بتبسط اللغه العربيه القديمه، لكن بالنسبه للاحداث التاريخيه هل بتنقلها زي ما هي ولا بتغير فيها؟ لا اطلاقا. هو ما فيش جدال ان الكاتب كاتب التاريخ ليس مؤرخ، انما لابد ان تكون له رؤيه معينه. يعني انا هضرب مثل بمسلسل مثلا الزهره والسيف. الزهره والسيف ده قصه فتح مصر وبناء القاهره من خلال جوهر الصقلي. أنا استهواني في جوهر الصقلي أن رجل فنان، فزي بقى قائد وفنان، رسام، بيعزف جيتار، بيعزف، بيغني، رجل عاشق للفنون ويبقى قائد وفتح العالم. فمن قراءاتي له لقيته فتح المغرب ومصر دون قطرة دماء واحدة. فمن هنا أعجبتني هذه الجوانب العظيمة في الشخصية، وقلت أقدمه للناس اللي يعرفوا. وبعدين قائد ليس عربيا ويفتح مصر ويبني الأزهر، دي هي دي المعادلة اللي أنا عاوز أقولها، أن الإسلام دين عالمي من خلال هذه الشخصية الجميلة، وأن الفروسية ليست فروسية السيف والقتل إلى آخره، إنما بالعقل وبالفكر. في مسلسل تحت ظلال السيوف كلنا كلمنا عن ظهور الإسلام، والعامة من الناس عارفين، حتى اللي مش على الإسلام عارفين بعث النبي وهاجر وبدر وأحد وما عرفش إلى آخره. الإسلام مش كده بس، الإسلام مش دعوة للتوحيد فقط، الإسلام جاء عشان يصلح الكون، يصلح المجتمع. إصلاح المجتمع إيه؟ في قضايا بسيطة إنسانية. فأنا بحثت عن قضايا شخصية بسيطة جدا من حياة الناس البسطاء وعملت منها هذا المسلسل. وأبسطها إيه؟ مشكلة قائمة، مشكلة النسب. قبل الإسلام ما كانش فيه نسب، كان الست تتجوز تتطلق تمشي ما عرفش إيه، المهم بتلد ابنها لا يعلم إذا كان ده ابن القديم ولا الجديد. ليه؟ مفيش فواصل محددة. وأنا في تصور ده من أعظم القواعد والأسس التي جاء بها الإسلام ليبني المجتمع الإنساني ككل، اللي هي الشهور الفاصلة
النسب وطهارة الأنساب العربية. كان ده محور هذا المسلسل من خلال قصة إنسانية شديدة العزوبة وشديدة الإنسانية أيضا من بتغوص في وجدان الناس. ويعني طبعا اللي أسعدني إن أنا لما كتبت هذا المسلسل قعدت في اجتماع الأول مع الزملاء قلت لهم يا جماعة ببساطة اللي أنا كاتبه ده بالعامية. قالوا إزاي؟ قلت لهم هحط لكم الحل البديل. أما يكون واحد عنده الشغالة بتاعته قل لها يا بنتي هات الشاي للضيوف، مش كده؟ اعمل لنا شاي للضيوف، مش كده؟ في الفصحى بقول يا خادم الشراب الطعام والشراب للضيوف، نفس التون الطعام والشراب للضيوف. ليه هنا يقول لك اعمل لنا شاي للضيوف الطعام والشراب يا غلام سكيلتك امك؟ ليه؟ ليه؟ طب ليه؟ ليه انا احس انه بيشتم؟ بحس انه بيشتم المشاهد، انا بحس انه بيشتم المشاهد. التوفيق ان شاء الله بالنسبة للمسلسل جميعا كلكم ان شاء الله. انا اقول انا بالذات اقدر اتسحب لانه ما اقدرش. معلش انا شاكرة جدا للدعوة دي بس انا عندي شغل الصبح فبضطر اسيبك لبقية الضيوف. أستاذ جمال عبد الحميد مخرج فوزير عالم ورق ورق ورق، أهلا بيك. يا ريت تعرفنا بالجوف اللي معاك. أستاذ مأمون عطا مدير الإضاءة، والأستاذ محسن فكري المخرج المنفذ، وأحد النجوم اللي مثلوا في الفوزير وأحد الاكتشافات في الفوزير. أهلا بيك. يا ريت نعرف من حضرتك إيه السبب في نجاح الفوزير؟ طبعا في عوامل كتيرة جدا، أهمها طبعا الفكرة، لأن الفكرة في رأيي من أحلى الأفكار اللي تقدمت في الفوازير. الإضاءة طبعا أستاذ مأمون هيكلمنا عنها بعد كده. الإضاءة كانت حديث مصر طوال شهر رمضان، الإضاءة في الفوازير يعني في عوامل كتير جدا، وهما اللي أول مرة كمان أن الواحد يحس أن الإضاءة لها دور كبير جدا في نجاح عمل. يعني يمكن الناس فاهمة أن الإضاءة لمجرد أن هي تظهر النجم أو يعني، لكن هي أنا متالي كان لها أكنها بالزبط كانت شخص متواجد مع الفوازير. يعني كمان مش هننسى دور نيلي، كل الناس حست نيلي جديدة خالص قد ايه كانت هي زي ما بنقول او زي ما كلنا قلنا متوحشة، جاية عايزة تقدم كل اللي جواها، قد ايه كانت رشيقة، قد ايه كانت متمكنة. مش هننسى طبعا دور حسن عفيفي باستعراضاته الجديدة، الملحنين كلهم على رأسهم عمار الشريعي، مودي الامام، نبيل علي ماهر، مجموعة الملحنين كلهم اللي اشتغلوا معنا، كاست المصورين، جيش الاستوديو كله، الاخراج كله، يعني في عناصر كتير جدا كانت سبب في نجاح الفوزير. طيب استاذ مأمون بما ان حضرتك معنا تكلمنا عن الاضاءة. هو الحقيقة طبعا انا لما قالوا لي هتشتغل في الفوزير كانت بالنسبة لي يعني شيء مقلق جدا، لان انا عمري ما عملت نوعه، وشغلي اغلبه دراما. اضاءة الدراما غير اضاءة المنوعات طبعا. من نواحي كتير قوي. اولا انا في الدراما عندي ديكور، ديكور طبيعي في ممثلين، فبيبقى الجو مختلف تماما. انا طبعا اصلا كمان يعني مضيف تصوير سينما، فشغل السينما لانه كاميرا واحدة وشوت شوت، فهو ده اللي ساعدني بقى الحقيقة في الفوازير. يعني كانت مشكلة بالنسبة لي يعني حامل ايه يعني، لدرجة ان انا قلت الجمال يعني يا جمال انا يعني داخل حاجة جديدة خالص وقلق جدا، لدرجة ان انا طلعت كتب القديمة وابتديت ابص فيها يعني بقيت اخش الديكور كده يعني مستغرب الشكل كمان لشكل جديد. ده كل ده هو خايف ونجحت الاداء كده، ده ما شاء الله يعني. لا ما انا برضو بقول ايه يعني، هو الخوف بيولد النجاح يعني، هو حقيقي الواحد لما بيكون داخل خايف، انا طبعا كل ما اخش كل لقطه جديده ببقى خايف يعني، فهو الخوف ده هو اللي بيخلي الانسان يقدم كل ما عنده واحلى ما عنده يعني. بس هو انا ايه يعني اتخذت اسلوب جديد بقى في الإضاءة، إن أنا
يعني لازم يكون لها دور، يعني لازم تكون شيء بيلعب دور في الفازور. يعني انا ما بنورش طبعا لممثلين ولا حركه ولا ديكور ولا كلام من ده، انما بظبط اضاءه على اساس انها يبقى لها شكل. يعني مثلا احنا متعودين ان احنا لما نيجي ننور ديكور نقوم كل لمباتنا تبقى من جنب الكاميرا. ده اولا لا بيديني بعد في الصوره، ولا بيديني البعد الثالث اللي هو يخلي الاحساس بان في عمق في الصوره، علاوة على ان انا في بعض الاحيان لازم اكمل الديكور. يعني مثلا ايه الديكور معمول فيه ارماتورات مثلا صغيرة كده، بقيت المساحة كلها فاضية بتاعت الاستوديو، فلازم ده يتكمل بحاجة، يتكمل بحاجة بقى ان انا لازم اضيف شيء، لازم اعمل شيء جديد. طبعا في افكتس موجودة عندنا في التلفزيون انا استخدمتها الحقيقة، وهي كانت مستخدمة قبل كده بس انا برضو استخدمتها استخدام جديد يعني بشكل جديد. يعني فعلا حضرتك اول مره تعمل اضاءه للاستعراضات يعني؟ اه حقيقة. ولا في افلام ولا مسرحيات ولا اي حاجه؟ ولا افلام ولا مسرحيات ولا حاجه خالص. مرجحة. سكر وحلاوي مرجحة وشقاوي والأجرة كحكي وبقلاوي الأجرة كحكي وبقلاوي مرجحة. سكر وحلاوي مرجحة وشقاوي والأجرة كحكي وبقلاوي الأجرة كحكي وبقلاوي صناديق صناديق زقازيق تقطيق والشمس ذهب والهوا حقهيق حقها يا قمر دور يا قمر نور ليالينا في صحن دقيق يطلع ويفرق على المخاليق ويفرح اللي يقول واو 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 سكر وحلاوي مرجحة وشقاوي والأجرة كحكي وبقلاوي الأجرة كحكي وبقلاوي مرجحة. سكر وحلاوي مرجحة وشقاوي والأجرة كحكي وبقلاوي الأجرة كحكي وبقلاوي ابني وجنسه أصله إنسه من غير يلعبوا ويأنسوا مهما يحددوا أصله مولده أصلنا واحد مهما بينسوا مهما تشعبوا مهما تجنسوا بني آدم وبنات حوا واواواواواوي سكر وحلاوي مرجحة وشقاوي والأجرة كحكي وبقلاوي الأجرة كحكي وبقلاوي مرجحة. سكر وحلاوي مرجحة وشقاوي والأجرة كحكي وبقلاوي الأجرة كحكي وبقلاوي. انت تدفعي له بالاستليني؟ هو احنا سواح؟ ابنك سايح وخواجه وبراني. حتى المراجيح عاني مصراوي، ده ابني ابني مصراوي مصراوي مش مراوي. يرحل على بلد ابوه. ابوي هو بلده موجودة في الاوراق. اوراق واني امه ماليش بلد، عاني مش بنت البلد، جراه يا بلدي خدوا مني ولدي ادوا له ورقه باسم بلدي. اني اقول انت اشتغلت في الف ليله وليله السنه دي في ضيف. انا الحقيقه كنت عايز استاذن من حضرتك برضه واقف بعد اذنك. طب اتفضلي حبيبتي. اهلا وسهلا. ايه مدام معلش اسمحوا لي اكل كام مشويه ليه من ورا. يعني احنا حضرتك تكون معانا في الموضوع او استاذ عبد السلام امين هيعرف المشاهدين بحضرتك الاول؟ طبعا الاستاذ عزة الامير الصحفي المعروف ومدير تحرير الكواكب، وطبعا له ألم يعني ظريف جدا كوميدي، وله برضو محاولات في ألف ليلة وليلة، وله برضو تجارب في المسرح وفي الأعمال الدرامية، وحمرياته طبعا شاهد على على روحه الفاكهة وعشقه للتراث. فالفرصة ان هو يبقى معنا في هذا الحديث عن ألف ليلة وليلة وعن الفوازير وعن ما يعن من افكار يعني. واهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. وائل اشتغلت انت في ألف ليلة وليلة، هنرجع لكلامنا في البداية، من كام سنة او في الفوازير كنت مساعد للحاج فهمي؟ انا فضلت بابا 4 سنين. ده كنت صغير قوي. كنت صغير، كنت لسه في ثانوي يعني؟ ثانوي، في ثانيه ثانوي.
يعني هل شايف ده كان خط كويس كنت حبه ولا يعني كان تعتبره امتداد طبيعي؟ لا كنت بعشقه. كنت بتعشقه فعلا؟ يعني مش ناوي تغير خطك بعد كده؟ اتكلم عن حاجه زي كده، المفروض انه يقول انه اتولد في الاستوديو. هو من صغره كان يروح لباباه كده وهو قد كده ومعاه الليل نهار. يعني هناك شخصيه معروفه اسمها شخصيه فطوطه، باباه اخترعها او ابتكرها من لبسه، وكان يلبس بنطلون ابوه وجاكيت ابوه وجزمة باباه ويمشي، يقول انت ماشي مالك عامل زي الباب اللي عملك موضوع. وفعلا عمل فيلم فهمي بالكرتون تانية في اخترع مع الفنانة نيلي فلة وحصبلة وما شاء الله. وانت وريتني صورة دلوقتي وقلت لي دي اخر شخصية. دي اخر شخصية بابا رسمها كان هيقدمها هو الاستاذ عبد السلام السنة دي اسمها حمادة النص. اي دي الشخصية دي برضو واخدها من حمادة اخويا. مصرية يا مصري في باري اوي وفي بعثة بقى قلب في القواميس. عن ايه يا طه؟ هل عن رمسيس؟ لا يغتق دم من كتاب زمان حاجة ما زياها ما يتعدوا في بحور الشعر اللي يعدوا وبيوتوا كتيرة لم يتعدوا. اوه الشعر او نو ما ظنيش كمان بعدين ما قالوا قال ايه ما اشوف كتبوا وحفظوا وكمان طبعوا وتصور سيما وبرضو زعوا الفن؟ نوي ما ظنيش. قول كمان فيلم انه سادة ومشكل وحسب حروفه يتشكل بيحل لنا ايها مشكل والغني ويا فالزغة سهلة. ما ظنيش. طب ايه الحل؟ معقولة اقولها قصاد الكل عليها جوايز يا مس الفل والحيطة يا روحي ليها وداي. طب استاذ عبد السلام امين حضرتك لو اتكلمنا عن الف ليلة وليلة واسلوبها زي ما وائل بيقول انها لها طابع خاص، دلوقتي حضرتك ككاتب لألف ليلة وليلة وكتبتها سنين طويلة، هي أصلا كتابة أستاذ طاهر أبو فاشا، هل أنت بتغير من كتاباته أو أسلوبه ولا بتضيف حاجات ولا إيه اللي بتضيفه على كتاباته؟ هو فيه أمانة في نقل النص. أيه؟ النص ده أصلا سمعناه في التلفزيون في الإذاعة على مدى 30-40 سنة عشقناه بمفرداته، وطاهر أبو فاشا كاتبه أسلوب السجع الجميل بلغة أنا بسمها اللغة الشهر زادية. هذه اللغة لا يضارعه فيها أحد طاهر أبو فاشا، حتى أنني كنت بقعد أمام النص عاجزا أن أنا أضيف ليه بيبان الفرق. طاهر أبو فاشا كان بيكتبها بمفردات ألف ليلة، عاشق للتراث وعاشق لهذا الجو وعشقناها بهذا الشكل. كنا بنلجأ إلى تطعيمها وتنمية الخطوط اللي فيها بما نسميه الأغنية الدرامية أو اللغة الألف ليلية. يعني الأغنية تحس إنها من نفس النسيج بس موقف غنائي لتحوله لعمل استعراضي فقط. عشان أولا أحبب المشاهد فيه، ثانيا أضيف إلى التوقيت بالنسبة للزمن، زمن توقيت العرض، ولا أخرج عن النص الأصلي.
كل ما هنالك عمليه اعداد، اعداد يعني اعمل المسمع مشهد الناس تشوفه بالعين بدل ما تسمعه بالودن تشوفه بالعين. أيه. احط مفرداته وببساطه المشهد يعني الكرسي هيبقى كذا، ده شهر زاد قاعده او البطل قاعد على كرسي وجنبه ورد جنبه ما اعرفش ايه، بدي رسم معين بالكاميرا للمفردات اللي موجوده وحركه الممثل وتعبيراته، كل ده بنسميه ببساطه السيناريو. لا يجب ان يضاف الى الف ليله اكثر من هذا، لكن هناك ما يمكن ان نسميه قدرات التنفيذ. قدرات التنفيذ دي الف ليله بالذات لانها جو اسطوري، ده وضع المخرج بقى، ده جو الاسطوري ده لا يصلح له التنفيذ الدرامي العادي التقليدي. الكاميرا وحدها لا تصلح، الديكور وحده لا يصلح، الاستوديو وحده لا يصلح، انما لابد من خيال المخرج القادر على توظيف الخدع، الكروما اللي احنا بنطلق عليها الكروما. الكرتون ايضا اضاف شيء جميل جدا لالف ليله. هذه المفردات اللي تفرد بها فهمي عبد الحميد هي اللي نجحت الف ليله في التلفزيون، ولعل هذا هو السبب ان المشاهد شاف الفرق شاسع بين الجزء الاول والجزء الثاني من الف ليله. واعتقد ان الاستاذ عزت الامير يعني بممارسته في الف ليله وقراءاته، استاذ عزت الامير كتب مسرحيتين وله باع طويل في الف ليله، فممكن يدينا يعني رايه في هذا الموضوع. يعني هو الحقيقه الف ليله الواحد يقدر يسميها انها فولكلور، يعني دخلت في مجال الفولكلور، حاجه ماشيه جوه دمنا ما نقدرش ان احنا نغير منها. الاستاذ فهمي عبد الحميد يعني انا فعلا زي ما بتقولوا درست الف ليله وعملت منها كذا مسرحيه، عندي احساس خاص بالف ليله داخل جواها تماما. حقيقي اشهد انه الاستاذ فهمي عبد الحميد الله يرحمه وصلني للاحساس ده، يعني ده دي مش عايزه كلام، وده شيء كان يعني ممكن يبقى صعب جدا مين اللي يقدر يوصل الف ليله بكل المقاومات بتاعتها. اللي حصل في الف ليله السنه دي انه التراث بتاعنا ده اللي يعني تاريخنا منحنا هذا التراث اللي بنفتخر بيه. الاجانب لما عملوا فيلم عن الف ليله حافظوا على صفات الف ليله، لما كورساكوف كتب مزيكة الف ليله حافظ على الطابع الشرقي. اللي حصل في الف ليله في النص الثاني طبعا انه انا حسيت على طول في مخرج فعلا عنده امكانيات انما موجهه غلط، حسيت ان في كائن شرقي واحد بيلبسه برنيطه بالعافيه. انا عارفه ان انت جبت رندا معاك، احنا لسه ما عرفناهاش، ورندا كانت من اكتشافات الفنان فهمي عبد الحميد، او هو سجل لها حاجات فعلا، سجل لها اغنيتين وانت كنت معاه في التسجيل. يعني طب ايه رايك فيها قبل ما نكلمها؟ يعني ما اقدرش اقول يعني. ما تقدرش تقول. وحياتك سمعت يا استاذ عبد السلام لسه ما سمعتهاش، انما انا اعرف ان حكي فيها صور لها اغنيه وهنسمعها ونشوف يعني ربنا يسهل كده. كلمات مين الاغنيه رندا والحان مين؟ الاغنيتين كانوا كلمات حميد الشاعري، قصدي الحان حميد الشاعري وكلمات الاستاذ عادل عمر. طب انت قبل كده كنت بتدرسي في معهد الموسيقى او حاجه؟ انا درست في الكونسرفاتوار ودرست في كليه الاداب، في الاثنين في وقت واحد. تخرجتي من الاثنين؟ طب الحمد لله. وطب الحاجه فهمي عبد الحميد عرفك ازاي او طلبك ازاي؟ يعني هو انا من كتر المفاجاه يعني ما جاتش فرصه ان اسال الحاج فهمي المرحوم فهمي حضرتك عرفتيني ازاي، بس انا لقيت تليفون بيضرب عندي في البيت وبيقولوا لي ان الحاج فهمي عايزك تصوري معاه، فانت موافقه؟ طبعا ما بقتش مصدقه، رحت بسرعه جدا التصوير ومجهزه نفسي ونايمه كويس واتغذيت كويس. طبعا مش قادره اقول لحضرتك عقبال ما وصلت التصوير كان قلبي هيقف من الخضه، يعني طبعا كون ان الواحد عارف الحاج فهمي عبد الحميد ده قد ايه شخصيه استعراضيه عظيمة جدا، تقدر تنفذ الاستعراض هايل وبشهادة الجميع، وطبعا حاجة معروفة جدا. فروحت وانا خايفة جدا، انما لما قابلني
في داخل الاستوديو انا طبعا لقيت نفسي حسيت ان انا بعرف هذا، مش هقول بقى الفنان العظيم، هذا الانسان انا بعرفه من زمان قوي، وان يمكن مولود على ايده ويمكن تربيت على ايده فنيا. فلقيت نفسي قدام الكاميرا بتحرك بمنتهى التلقائيه ومش خايفه خالص. نفسي اسمع حته بقى من كلمات، مقطع من اغنيه من اغانيك. لا انا ممكن اقول لحضرتك اغنيه انا بحبها خالص، امتحنت بيها في لجنه الاذاعه، بتفائل بيها جدا، اغنيه اسمها لا بتاعت صباح. طب اتفضلي. لا تيرارا لا تيرارا املوا لي قلبي دق تيرارا امضي علي عمري خصام وفرقة امبكيني ليل ونهار بحرقة قصدك انسى حبك برضو لا ان كنت واخد على خطرك قولي اصلحك تيرارا وان كنت مش عارف عذرك قلبي مسامحك تهجرني ليه عملت ايه تهجرني ليه عملت ايه ليه واحدة حبك وانت لا قصدك انسى حبك برضو لا لا تيرارا لا يا ريت يعني عندنا هنا ناقد صحفي وكاتب ويا ريت ومخرج ويا ريت نسمع بقى ارائكم. لا والله صوتها جميل يعني ان شاء الله كده تنبأ لها المستقبل حلو باذن الله ان شاء الله. عاوز اقول حاجه بابا لما كان بيحب انه يكتشف الوجوه الجديده ما كانش كان بيحب يجازف باي حد جديد انه يقدمه، ما يحبش انه يجيب نجم كبير يعمله شغل. فا أول ما سمع الشريط بتاع راندا قال عاوز أعملها أغنية، فكلمنا راندا وجات تصوير، حتى في يومها كان المفروض يصور أغنية واحدة صور لها أغنيتين. عندنا الأغنية في التلفزيون دلوقتي جاهزة؟ لا هي لسه فيها مونتاج لسه ما خلصتش إن شاء الله هكمل، وإلا كنا لازم هنزحها يعني إن شاء الله. هو الحقيقة فعلا عبد الحميد فعلا كان يتميز بإنه خالق للنجوم، وعدوا الإمكانية إنه ممكن شخص مش ممكن حد يتصور إنه يبقى نجم، إنما هو عارف إزاي بطريقته كمخرج إنه يغطيه إزاي ويبرز إيه فيه يلمعه ويغطي عيوبه ويبرز حسناته يخلق نجم فعلا. وده شيء نادر في الواقع يعني، ممكن ألاقي مخرجين مبدعين إنما واحد يخلق نجم دي مسألة لو نادرة. معظم المطربين المعروفين يعني طلعوا من الفوازير يعني، انا اذكر منهم كان عمر فتحي وعمرو دياب ومحمد منير ومحمد الحلو ومن كتير كتير جدا كلهم طلعوا من عبايه الفوازير زي ما بيقول يحب مدحت صالح ومدحت صالح وكرروا وجابوا في الفنون في الفوازير فوازير فنون جبناها يعني. دي دائما هو كان بيبحث عن الجديد، وهي شريهان قبل الفوازير كانت يعني نجمة سينمائية يعني إلى حد ما، إنما ما كانش معروف عنها أنها نجمة استعراضية، فقدمها وجازف بها وقدمها كنجمة استعراضية وهكذا، وشيرين وصابرين وهالة وقدم هؤلاء وكان عنده استعداد أن يكتشف كل يوم نجمة. ودي من مزايا فهم أبو حميد وحسناته في طوال رحلته مع الفوازير. وده يعني أنا مع أعتقد أن لو لم يفعل إلا هذا فيعني يستحق عليه التحية والتقدير يعني مع تقديرنا لكل النجوم اللي اكتشفوا من البشر تكلموا عنها الحقيقة. ودائما أنا أقول شخصية فطوطة لم تستخدم وتستثمر كما يجب إلى الآن، كل ما دي كان الشغلانة فطوطة إلى الآن فعلا ما استخدمتش كما يجب. أنا كنت أتصور إن دي تبقى مسألة مستمرة يعني يتكتب لها وممكن أنت تتولى الحكاية. لا هو أصل شخصية فطوطة تركيبتها تركيبة شاشة مش تركيبة مسرح،
يعني لا يمكن تقديمه الا في المسرح من خلال عمل تلفزيون، لا يمكن تقديمه في المسرح اطلاقا، انما في التلفزيون ممكن يتعمل لها عمل جديد بشكل اخر، عمل استعراضي معين بهذا الشكل ممكن يبقى جميل جدا. استاذ عبد السلام امين، عاوزه اسال حضرتك حاجه. حضرتك لك اسلوب مميز جدا في كتابه الفوازير صلاح شاهين، وفي اسلوب الاستاذ بيرام التونسي، ايه الفرق بين الثلاث اساليب؟ هو الفرق ان الجميع من منابع واحد زي النيل ورا واسط، يعني منابعنا هي التراث الشعبي، منابعنا هي التراث الادبي العربي بصفر. كل هذه الروافد احنا كنا بننهل منها، وكل واحد بيتكون شخصيته وبيتكون مفرداته، حصيلته من المفردات اللغوية، من الفكر، من الثقافة، وبعدين بيظهر بشخص بشخصيته متفردة متميزة عن غيره. لكن مع العصر بتتطور وبيقدم مفردات تتلائم مع الناس حسب زمنه يعني، إنما ما فيش واحد يطلع نسخة من الآخر أبدا إطلاقا. لكن دائما أنا أقول الفضل لمن سبق، أنا أعترف بالأساتذة كلهم. طب في سؤال أخير هسأله لحضرتك عن كتب اللي بيكتبوا أغاني جديدة، يعني أغاني السوق مليان أغاني جديدة، كلمات مقاطع قصيرة، بيحاولوا أو يعني في اعتقادي يعني بيحاولوا ياخدوا الأسلوب يعني قريب من الأسلوب مع الفارق الشديد يعني في الأسلوب ده والأسلوب ده، بنحس المفردات يعني دي بتبقى مفردات سوقية إلى حد ما. يعني لو خدنا أي مثلا بداية لفوازير زي فوازير اللي عملتها شريهان، كانت ايه مثلا في كلمات لو يعني ياشي ياشي مثلا او ضربوك كان بيتي، في ناس بتعتبر ان ده يمكن من فياريت توضح لنا بقى فعلا الفرق، ان كل كلمة بتتقال في الفوازير من مفردات الناس فمنها غريبة جدا، انما هي كلمة عربية فصحى بتقال برشاقة. ياشي دي عبارة عن ياء النداء بينادي انسان مع حذف المنادى، وهشي اللي هو الشيء، يا هذا هناك شيء. طب الاختصار اللي بالحس الشعبي الجميل اختصر الجملة دي كلها، يا شيء يا شيء يا هذا فيه شيء، زي ما قلت بعد الفطار واللازم منه، اللازم منه دي كل واحد يقولها زي ما هو عايز. يعني هنا استخدام المفرد أو المفردات الشعبية بأصلها بفهم هي محطوطة ليه، أنا جايبها هنا ليه. وبعدين ده مش غريب، لان انا ما بكتبهاش كده بتكلم تطلع في دماغي اقولها من فراغ، لها يعني اصل لها اصل. الناس قالوا الدرابوك كان بيتي، درابوك كان بيتي دي لها معنى، هي الدرابوكه اللي هي الطبله، وحتى الناس الشعبيه سموها درابوكه من الدربكه اللي هي الطبله، نبيتي لونها نبيتي نبيتي. احنا انا فاكراها دار ابوه كان بيتي ببساطه جدا، لكن هي نبيتي لونها نبيتي يعني. وبعدين يعني حتى في السنه دي في عالم ورق ورق مليانه ناس تقول لي طنبه، يعني ايه ده عريسك طنبه؟ طنبه يعني ايه؟ طنبه يعني راجل ماله وهدومه، راجل له قيمته، مالي مركزه، ده ماله قوي، ماله وهدومه وهدومه. فدي مفردات وهكذا، مفيش كلمه بتتقال ملهاش معنى. وكلمة رفيعة المستوى لو بحث عنها في المعجم لازم يلاقي. يعني بنقول بقى ان الكتابة دي لازم يكون الانسان دارس اللغة العربية دراسة مظبوطة وسليمة من الاصل، ودي درجة من الدرجات او نوع من الانواع. موجود، هو في واحد يقدر يلعب كورة لكن مش من ما فيش اصل خالص وابتدى يقول اي كلام، مش ممكن. زي الرسام لازم اعرف الوانه وتركيبة الوانه، زي اي مهنة في الدنيا لها مفردات لها مقومات لازم يكون عنده. اعرف الكتابة مفرداتها، اللغة مفرداتها، التراث كله، حصيلة التراث كله، لابد يبقى ملم بده كله، الا يبقى عامل زي واحد ما هو الجواهرجي بيعمل ايه، بيعمل بروش. البروش مفرداته قطعة نحاس على قطعة ماس على ذهب على ألمونيا على ماس، من كل التركيبة دي بيعمل بروش حلو. هنا الفرق بقى بين الجواهر الشاطر والراجل اللي بيعمل حاجات فلس كده ويبيعها بالعشرة في تعريف. ابدعت نيلي ابداع فوق ما انا اتصور هذا العام، وفي شخصية الأجرية وجميع الحلقات. احنا كنا نتمنى تكون معنا الحقيقة. الحقيقة انا طلبتها هي مسافرة تاني يوم العيد.
وكنت عايز جميع الملحنين اللي معانا، مود الامام، فاروق الشرنوبي، عمار الشريعي، نبيل ماهر، كل الفنانين الملحنين اللي اشتركوا معانا كان نفسي يبقوا موجودين في هذه الامسيه الجميله اللي بيسعدني ان انا اقدمها من خلال القناه الثانيه وسهره السبت. احنا متشكرين قوي قوي، وكل سنه وانتم طيبين. الف شكر. عزيزي المشاهد، تصبح على خير.